من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت التالي: حزب الله يصعد مجددا بعد ترميم آلته العسكرية. فبحسب الصحيفة، استأنف حزب الله هجماته بالصواريخ من طرازي كاتيوشا وفلق، وصعد من عملياته العسكرية بعد ترميم آلته العسكرية والتي تضررت في الهجوم الاستباقي الذي نفذه الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، واستهدف راجمات صواريخ الحزب في جنوب لبنان. هذا وقالت مصادر ميدانية في الجنوب للشرق الأوسط إن الحزب أعاد ترميم آلته العسكرية بعد الضربة، ما مكنه من إعادة إطلاق الصواريخ، علما أنه في الأيام الأربعة والتي تلت الضربة ركز على المسيرات المفخخة وقذائف المدفعية في عملياته العسكرية ضد إسرائيل. من الشرق الأوسط سوف ننتقل إلى الملف الرئاسي وتفاصيل في صحيفة الأنباء الكويتية. مصدر دبلوماسي عربي للأنباء: تنشيط مساعي الخماسية لانتخاب رئيس وإلا التمديد حكما لقائد الجيش. توقع مصدر أن تحدث اللجنة الخماسية خرقا في الملف الرئاسي قبل نهاية السنة الحالية، وربما في ذكرى استقلال لبنان أو في عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية. وفي حال لم يتم إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن هذا التوقيت فإن الأزمة ستمتد سنة أخرى، وسيحصل حكما التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية واستمرار حاكمية مصر في لبنان بالإنابة دون ريب. هذا ويتابع المصدر: بدأت اللجنة الخماسية بتصويب تحركها في شكل جدي وفعال. توازيا، قال مصدر نيابي بارز للأنباء: نصائح عدة تلقاها مسؤولون بضرورة السعي نحو اتفاق، ذلك أن انتظار نهاية الحرب في غير محله. ننتقل الآن إلى أساس ميديا: النواب الأربعة نواة كتلة تكسر ثنائية التيار القوات. فبخروج النواب الياس مصعب، ألاعون، إبراهيم كنعان وسيمو أبي رمية، تؤكد معلومات أساس ميديا أن النواب الأربعة أجروا اتصالات مع عدد من النواب المستقلين، وهناك ثلاثة احتمالات: أولا، الاتصال بنواب مسيحيين ومسلمين للانضمام إليهم، بما يشير إلى احتمال تكون نواة تكتل نيابي قد يشكل بيضة القبان الميثاقية في انتخابات رئاسة الجمهورية. الخيار الثاني، فهم يدرسون إمكانية إطلاق تكتل نيابي مسيحي بالتعاون والتنسيق مع نواب آخرين. أما الخيار الثالث فثمة حديث عن احتمال أن يتوسع إطار كتلة كهذه إلى نواب من خارج الإطار المسيحي. أولى خطوات النواب الأربعة مجتمعين ستنطلق من بكركي، والتي يستقبلهم سيدها في غضون الساعة المقبلة. هذا وتشير المعلومات إلى أن تحركهم حظي بمباركة الراعي الذي كان على علم بخطواتهم، والنواب كانوا حريصين على أن تكون الكنيسة في أجواء تحركهم. الموضوع الأخير الذي ستوقف عنده لهذا اليوم ورد في صحيفة المدن الإلكترونية: الحرب ترسم خرائط المنطقة، صراع الكيانات الصغرى والكبرى والعظمى. ما يتفق عليه الخصوم أو الأعداء أن ما تمر به المنطقة حاليا هو حرب جديدة لإعادة رسم ملامحها. يمكن لهذه الصراعات والسجالات أن تطول طالما المعارك في المنطقة مفتوحة ومستمرة، وعلى الأرجح هذا ما سيحصل. أمام هذه المعادلة بوقائعها المشهودة فإن لبنان يسير على طريق الاضمحلال، إذ فقدت القوى السياسية القدرة بالكامل على القيام بأي خطوة للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات بما يحفظ لبنان الكبير. عمليا ليس مطروح أمام لبنان سوى نقطتين تنتظران توافر الظروف العسكرية والسياسية الأقليمية. فما هو مطروح على المستوى السياسي واضح، وهو اتفاق الطائف وتسوية من ضمنه، حتى وإن كان بنظر البعض قد تجاوزه الزمن. أما المطروح على مستوى تجاوز التطورات العسكرية فهو القرار 1701 بغض النظر عن الأحداث والمواجهات.